عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة تاع الدجاج المدهمر المغاربي على طريقتي، بطريقة سهلة بسيطة ويجي فريمون بزاف بنينة. كما راكم تشوفوا عندي هنا دجاجة متوسطة تاع 2 كيلو، انا غسلتها بالملح والخل وعطرتها مع الاخر شوية عصير ليمون. كما راكم تشوفوا راهي كامل نقيقية بيضة، نحيت لها الزوائد تاع الشحوم من الجوانب، نسحق معها 2 حبات بصل راهم شوية كبار، تقدروا ديروا 3 الا كانوا صغار. نسحق نص حبة تاع ليمون حامض مصير، هذاك الليمون المصبر بالملح يجي شوية مالح. نسحق معها شوية معدنوس، وهنا عندي الثوم القصبي، لا سيبولات كما راكم تشوفوا، عندي غير 5 تاع لي برونش هكذا صغار، صدقوني يعطي مذاق رائع. واللي عندها الكسبر تقدر تزيد الكسبر، واحدة ربعة تاع فصوص الثوم. انا عندي هنا ثوم مرحي درته في الزيت والملح نخبيه في الفريجيدير. اللي يعرفوني عابلهم بلي ندير بهذه الطريقة الثوم تاعي، ندير ديما العولة، ندير 2 كيلو ولا 3 تاع ثوم مقشر ونخبيهم. بالنسبة للتوابل عندي شوية ملح، وراح ندير هاد راس الحانوت يغنيني عن باقي التوابل الأخرى. راس الحانوت ولا إيبيستاجين، فيه شوية برك تاع الملح، فيه أعشاب منسمة، فلفل كحل، زنجبيل، كركم، كمون، هادوما كامل فيه، دونك يغنيني عن التوابل الأخرى. وانتوما تحكموا نص مغرف صغير تاع قهوة، هاد المغرف ديروا نص مغرف صغير تاع فلفل كحل ولا فلفل بيض، نص مغرف صغير تاع الكركم، تاع الكمون، شوية تاع الكمون، تقدروا ديروا تاعنا شوية تاع القرفة، شوية زنجبيل، يعني على حساب الذوق تاعكم. أنا عندي هذا مباشرة، وهذه لاماك سميرة، فريمون صدقوني التوابل تاعها يجو فريمون بزاف بنان. البنات اللي عايشين بالغربة ماشي متوفرين عندهم توابل من نوعية جيدة، صدقوني هاد لاماك تغنينا عن التوابل اللي موالفين يعني نجيبوهم الجزائر والمغرب. هنا نبدا نقطع هاد المعدنوس تاعي مع ثوم القصبي الرقيق، نقطعو كامل صغار كما تقدروا ديروا الميكسر. انا درت لكم هنا بابسط طريقه، حتى اللي ما عندهاش ميكسر تحضر هاد الوصفه، صدقوني رائعه بالبزاف، تجي فيها من تري تري بون صوص، تجي اكسبسيونيل. او ميم طون لي ماهيش حابه تقعد ساعه وهي تقلب الدجاج تاعها في الفرن، يجينا دجاج محمر الله الله، سريع بطريقه سهله بالبزاف. كيما راكم تشوفوا هاوليك راه مقطع رقيق، تقدروا تقطعوه ارق من هكذا. بالنسبه لهذا الليمون راح نحي هذا الباب اللي كاين الداخل، هايلك نقطع على زوج باش يجيني سهل. نقشر كامل هذا البابا، نحيها الا كاينه على الفرن نرميها، هايلك هذا القشره تقعد هكذا، نزينو بها الدجاج تاعنا كي يطيب الى حبيتو. صح ما نديروهاش في الماكله سينو تمررنا الدجاج تاعنا، راح نديرو غير الباب اللي راهو بالداخل، دونك هادوما نديرهم دو كوتي. نحكم هذا البابا ونقطعها فريمون رقيقه، إذا كاينة علفة نحوها، هايلك قطعو فغيمون رقيق، نزيدوه لهذا المعدنوس، ونديروه هاد الصح مباشرة، هكذا صدقوني طريقة سهلة بالبزاف، تعلمتها على واحد الحاجة زهرة مغربية من الشمال المغربي طيبها ما شاء الله. بيت قرها بالخير، من نهار ذقتها صدقوني تعجبني بزاف ونعتمدها، ستوتي تكون عندي عرضة ضياف، ندير هاد الوصفة ما تحشمنيش وتجي فغيمون بزاف بنينة، وما تطلبش مني وقت بزاف، وليك حتى البصل راني نسيي نديرو غير رقيق، أنا وقتلو غير بالعقل موس جديد، بلا ما يدي لي صوابعي معاه. هكذا صغير على قد ما تقدروا، يعني البصل نعرفو كامل يذوب في طياب، بصح مليح كي نقطعو صغير باش يجي الشكل تاعو شباب. هكذا نكملو القطع هادي كامل، هاوليك بعد ما قطعت هادوك الزوج بصلات كيما راكو تشوفو عطاني كمية الله يبارك مليحة تاع البصل. هنا راح ندير راس الحانوت كيما قلتلكم انتوما ديرو نص نص مغرف، انا راح ندير هنا 2 ملاعق تاع قهوة نعمرهم،
قيس الكركم والكمون والزنجبيل والفلفل البيض والكحل وقريص القرفة الى حبيتو، حوالي 3 ولا 4 فصوص تاعهم. انا هنا صوص واقع لي ملعقه قهوه تكون معمره تقريبا حوالي 3 فصوص تاعهم. نحيها كامل، نزيد عليها ملعقه قهوه تاع الملح، نعمرهاش مليح خاطرش هذاك الليمون تاعها ديجا حامض، ديجا عفوا حامض وميم طون مالح. نبدا نخلطها هكذا. بالنسبه للبنات اللي يحبوا يديروا معاه الزيتون دونك ما يديروش كامل الملح، يشلوا الزيتون تاعهم ويديروه مباشره. نحكي البنات اللي عايشين هنا في اوروبا، بصح اللي عايش في البلاد لازم الزيتون يغلوه شويه من هذاك الملح باسكو يجي فريمون مالح. شي كيما هنا يجينا شويه مالح، غير نشللوه ونديروه وما نديروش كامل هذا الطبق الملح. كيما راكم تشوفوا راني نخلط فيه. هنا راح نديرلو ملعقه كبيره تاع الزيت، زيت المائده عادي، ندير ملعقه اكل هايك. هذا الطبق فريمون يجي سريع، يجي دجاج اكسبريس سوتو مع العائله واللي ما عندهاش الوقت تحب طيب هكذا طبق تقليدي مره على مره وما عندهاش الوقت تقعد تقليه كامل، ما يخوفكمش كامل هذا الطبق صدقوني، ديروه في رمشة عين ويجيكم بزاف بنين كيما هذاك اللي شد زوج سوايع فوق النار. كما قلت لكم دجاج اكسبريس دونك حبي يقول لا كوكوت، كما راكم تشوفوا ما فيها والو كوكوت ناشفه. حندير كل شيء على عينيكم، نرفد الدجاجه تاعي ندخلها داخل كوكوت بيان سور، ندير جهه الصداف منا من الفوق باش ما كان يلصق شويه ولا الصدا تاعي يقعد ديما شباب. راح نجيب هاد الدغميره اللي راني وجدتها هنا، فيها البصل والثوم وكامل المكونات. راح ندير شويه منها فوق الدجاجه تاعي وشويه راح ندخلو داخل الدجاجه تاعي. صدقوني وصفه رائعه وتجي فريمون بزاف اكستريس، في رمشه عين يا طيب ما شاء الله. حاولك درك راني نحكو هكذا شويه بيدي، راني ندايره نص داخل الكرش تاع الدجاجه تاعنا كيما نقولو، الباقي هادي حكيت به الدجاجه باش تدخل فيها هاد النسمه. وما تقارعوها يعني ما تستناوه يتشرب من والو، غير خلوه هكذا. ديروا زوج كؤوس كبار تاع الماء تقريبا نصف لتر تاع الماء يغلي فوق النار، وكي يغلي نمرق هاد الدجاجه هنا قدامكم وندير ونقفل لاكوكوت ونبعثها طيب بلا ما نقليها ما والو، غير هكذا ويجيكم اكل صحي بزاف بنين صدقوني. على قد ما تقدروا تنحوا القليان من طيابكم، تنقصوا القليان، يجيكم اكل صحي وبزاف بنين كيما كانوا ياكلوا جدادنا. هاي لك كيما راكم تشوفوا هاي تبان مشرمله، تبان فريمون شاربه هذوك التوابل، الوغ كو انا غير بضع دقائق راني نخدمها معاكم. بعد ما سخن الماء تاعي كيما راكم تشوفوا هاي لك الدجاجه قاعده تشرب، راح نجي نمرقها هكذا. ماهيش فريمون متغطيه 100% قاعد شويه، بصح هذا هو الهدف. هاوليك قعد شويه ماشي مغطي كيما راكم تشوفوا، هاوليك العلو تاعها حتى لهنا قاعد هذا الصدر ماشي مغطي كامل، بصح ما كان حتى مشكل. كي نقفلوا لا كوكوط طيب كامل ضربه واحده صدقوني، غير درت لها هذاك الماء سخون طلعت واحده الريحه ما شاء الله. والثوم القصبي يقعد اختياري، عندكم ديروه ما عندكمش ما ديروش، انا برك نحب نديرو مع الدجاج ومع لو سيترون كونفي يطيب لنا وحدها. الا ما كاش تكتفوا بالثوم تاعكم ولا تقدروا ديروا تاعنا لو بواغو الا متوفر. هنا راح نقفل على لاكوكوط تاعي، ديكو تغلى ولا تصفر كيما نقولوا نحسب عليها 15 دقيقه. كي تفوت 15 دقيقه نطفي النار نخلي لاكوكوط تاعي يتخرج ونحلوها ان شاء الله نشوفوه قبل ما نكملوا التحميره تاعو. هنا بالنسبه للمقبله وللمقدمه راح ندير اون سلطه طماط موتزاريلا، سلطه الطماطم بجبن الموتزاريلا، هذا اللي يجي هكذا اون بول. يعني اللي راني نتقاسم معاكم هو روتين المراه العامله كي تجي من الخدمه، اكله تقليديه صحيه سهله بطريقه فريمون اكسبريس. هنا نقطع الموتزاريلا تاعي على شكل شرائح رقيقه كما راكم تشوفوا، نقطعها غير بالعقل. نحب ديما نتقاسم معاكم افكار دي منيو، وما انا في تايبي ديما نحب ندير دي منيو، نحب نتقاسمهم معاكم هكذا باش حتى نتوما تدوا افكار ان شاء الله وننفعكم شويه. نحط الجبن
دو كوتي نجي نقطع الطماطم. راح تبدلت لاسيات كانت حمراء بصح حمراء في حمراء مع طوماطيش بدات شويه شويه كنت ندير في طبسي ديال الخير ما كنت تسمعوا لا كوكوتوس راح يتصفر. هنا نقطع طماطم تاعي على شكل شرائح رقيقه هذه مليح الموس يكون نماطي شويه كما راكم تشوفوا دوائر رقيقه. تقدروا ديروا حبه تقدروا ديروا زوج ثم وعدت افراد العائله تاعكم. بالنسبه لهذه الزريعه تقدروا تخلوها كما تقدروا تنحوها على بالنا كامل بلي مضره للمعده ما لدينا نقص منها هكذا. هنا تاع الطبسيه حندير طريقه مختلفه شويه على العاده حندير مغرف كبيره تاع زيت الزيتون كما راكم تشوفوا ندير معها شويه تاع اعشاب منسمه اللي في نزه تقدروا تعوضوها غير شويه في الكحل. الملح مانيش راح ندير باسكو كاين الملح في الجبر نخلطها مباشره بهذا الجبن ونحطها سيغ لا بلونش هادي كوبي يتشربوا شويه هاد الزيت والاعشاب كما راكم تشوفوا المنظر تاعهم ديجا هكذا تبدل. صدقوني الجبن كيجي هكذا منسم يجي بزاف بنين يجي مختلف على كي ناكلو لا موتزاريلا غير وحدها صامطه بالنسبه لهاد الطوماطيش منا حندير لها والو باسكو راح يطيح عليها كي نحطهم نستفهم حطيح عليها هذيك النسمه او ميم طون تقعد لي فريشكا ناكلوها خضره وحدها سيميور. هنا نجيب طبسي باش نقدم السلطه تاعي مباشره حندير شريحه طماطم كيما راكم تشوفوا نحيد لها كامل هذيك الزريعه بريفيرونس نجيبو طبسي مدور نحط شريحه تاع الموتزاريلا هكذا بالعرض ولا بالطول صاير داير ما بين الطماطم والجبن في الاخير نيجي نخلو لي ترونش بينهم مبينهم هكذا نخلو هادي للاخير. هنا في الوسط نقدروا نديروا لها الزيتون نقدروا نخلو هذا الجبن هكذا في الوسط كيما تحبوا نتوما وبالذوق تاعكم هكذا. تقدروا ديروا ان فلور بالطوماطيش بشور طوماطيش هكذا نديرو عليها غير شويه معدنوس وراهي واجده. بيان سور انا في هذه الاثناء اللي نكمل الجرس تاعي لازم ندخلها في الجدار. البطاطا راح ندير هنا ديك نقطعها غادي نقطعها متقطعة نديرها هكذا سميرة ندير عليها شويه نديرها كل من الزيت ندير شويه اعشاب منسمة الى حبيتو اختيارية الى حبيتو نديرها بعد مرور 15 دقيقة تعرفني بأني نحيت الدجاجة تاعي من لاصوص كيما راكم تشوفوا هاوليك لبس الطاب لاصوص مازال عندي نصف الكمية. هاد لاصوص أنا راح نديها على نار قليلة ونخليها حتى طيب مليح مليح وتخفع. والدجاجة تاعي كيما راكم تشوفوا راهي هنا راهي طيبة كتسوى سوا طيبة ما شاء الله هايليك. دركا راح ندهن عليها شويه زبده كيما نقدر نخليها طيب كيما راهي ندخلها الفرن اللي راهو يسخن على درجه حراره 220 درجه تحمر لي من الفوق ومن تحت. والبطاطا تاعي راح نديرها تحمر والبصل يتعسل لي ونتلاقاو. نجيب هنا مادام الدجاجه تاعي سخونه نجيب قطعه زبده كيما راكم تشوفوا غير قطعه صغيره نبدا ندهن بها السطح تاع الدجاج تاعي كيما راكم تشوفوا راهو يذوب باسكو الدجاجه تاعي مازال حاميه هكذا وزيد عليها غير بشوية هكذا كامل من الجوانب ندهنها كامل قطعة الزبدة ما نكثرش ونقلبها من الجهة الثانية ثاني نقلبها ونبدأ نحك عليها هاد الزبدة هكذا باش تجيني حلوة مرة الله الله هكذا. اي سنيوه ولا اي مول كان عندكم ديروا فيها هكاك هاد شويه تاع الزبده اللي قعدت لي من السما من شحن نجيب موس نقطعها على شكل قطع صغيره ونرميها فوق البطاطا هنا راح نشحن هنا راح نقطع هاد الزبده اللي قعدت لي يعني حوالي ناقطه ماشي معمره هاد شويه اللي قعدت نرميها هكذا فوق البطاطا يعطيها شباب. هانتو
تجيني طرية هاي ليك نمسحها هكذا وندخلهم كامل في الفرن ما صوصرالي على معقل الماء كما راكو تشوفو راهي تشرب راهي بدات تعصب هذاك البصل راهي بدات تعقد كما راكو تشوفو راهي حاضرة نخليها تزيد تشرب كتر وكتر حيت تقوليلي فغيمون غير شوية تاع لاصوص والبصل يجي معصب نجد بالدغميرة تاعنا راهو طاب كيما راكو تشوفو هاديك شليطة هايليك شابة نزول وقتها طماط فريز جان حطيتها باردة وهاديك البطاطا جات مقرمشة جات ما شاء الله درتها بالزبدة هاديك الدجاج المدغمرة كيما راكو تشوفو لاصوص راهي علامة راهي خاثرة الدجاجة راهي حميمرة الله الله جات فغيمون تشهي كيما الدجاج المدغمر اللي نديروه نقلوه ونطولو فيه ونخلطو فيه ومليت الروتين تاعي تاع العشاء تاع اليوم نتمنى يكون نال اعجابكم ان شاء الله تحضروه في اقرب فرصة ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو الى عجبتكم تشتركوا في القناة اللي زوني الاول مرة الله في رواحتكم بزاف بزاف سلام